أعرف بالله سيدي عبد الجبار التجاني للعام المقبل إن شاء الله، فهو مجاهد وعالم رباني وقدوة. إن شاء الله وفقنا ووفق الله الجميع لهذا المسعى إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم سيدي وزير المجاهدين. لضيوف الجزائر، يا رب صل على النبي وآله، ما أمت الزوار نحوك يثرب، يا رب صل على النبي وآله، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. مرحبا بضيوف الجزائر من كل الدول الشقيقة. ويتقدم رئيس الوفود الأجنبية أو وفود الخارج، فهي ليست أجنبية فهي في قلوبنا، الأستاذ زكريا محمد الرباني من دولة النيجر، مشكورا في كلمة نيابة عنه. بسم الله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على منبأ العلوم والفيوضات سيدنا محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الأتقياء الأبرار وصحابته الأسفياء الأخيار. فضيلة الشيخ الجليل العالم العلامة العارف بالله العامل في الله لله، فضيلة السيد الخليفة العام للطريقة التجانية في العالم، معالي السيد ممثل رئيس الجمهورية، أصحاب المعالي السادة الوزراء للشؤون الدينية والأوقاف، للمجاهدين وللثقافة والفنون وللشباب والرياضة، أصحاب الفضيلة والسماحة العلماء الأجلاء من الجزائر ومن خارج الجزائر، السادة الشرفاء، أفراد الأسرة الشريفة و أحفاد الشيخ تجاني، أصحاب الفضيلة والسماحة العلماء من الدول المشاركة، حضرات السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فإنه لشرف عظيم لي أن أقف أمامكم اليوم نيابة عن الوفود المشاركة التي جاءت من السنغال ومن مالي وموريتانيا والنيجر ونيجيريا، واعتقد ان ايضا وفدا ان وفدا جاء من فرنسا، لكن لا ادري هل باسم فرنسا ام، المهم جاء مشاركون من فرنسا. ان انقل اليكم تحيات مشايخ الطرق التجانية في هذه الدول الذين كلفونا بتمثيل التجانية في هذا الملتقى العلمي المهم. وأود في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر وبالغ العرفان إلى السلطات الجزائرية المركزية والإقليمية والمحلية، وأيضاً رئيساً وحكومةً وشعباً، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظيت بها هذه الوفود المشاركة، وعلى التسهيلات التي قدمت من أجل إنجاز هذا الحدث العلمي المهم المميز. كما أتوجه بالتهية والتقدير إلى اللجنة المنظمة لهذا الملتقى مركزياً وإقليمياً ومحلياً على الإعداد الجيد الذي أتمنى له النجاح في تحقيق أهدافه.
أطلب المسامحة من الخليفة أن أقول كلمة خارج الرسميات، وهي أن الزاوية التجانية كما يعلم الجميع من أهم الجماعات الإسلامية حالياً التي تحمل يعني الشعلة الإنسانية التي تعمل من أجل السلام ومن أجل التماسك ومن أجل الوئام، ومن حيث العدد يعني تعد بالملايين. ولكن وأعتذر لأنني أمام علماء هنا أن أشير إلى أننا نريد نحن الشباب وخاصة مع وجود الوزراء أن يقفوا بجانب الخلافة من أجل تعزيز الجهود التي أصلاً تبذلها الجزائر، لكن نحن نريد تكثيف هذه الجهود بحيث تكون الزاوية قادرة على تأمين استمرارية التواصل مع الزوايا الأخرى في العالم. وأعتقد أن هذا ممكن لأن الجزائر عرفناها دائماً في مجال نشر الإسلام والتصوف الإسلامي والطريقة أيضاً. وحتى لا أطيل الكلمة، أعتقد أننا سنجد فرص أخرى من أجل المداخلة لتوضيح ربما السبل التي أو الشروط التي نرجو أن تعمل السلطات الجزائرية على توفيرها من أجل جعل عينماد مركزاً للإنتاج الفكري، ليس فقط حول الطريقة، لأن الطريقة كما تعلمون دائرة من دائرة التصوف، والتصوف دائرة من دائرة الإسلام. فنحن نريد أن تكون عينماد يعني مركزاً لكل الأنشطة التي سوف تقام في هذه الدوائر. وأعتقد أننا إن شاء الله سنعود هنا مرات ومرات، وسيأتي آخرون بعدنا. المهم أن نتمسك بهذا التقليد وأن لا نتراجع إلى الوراء. وأعتذر من هذه الكلمة ولكم الشكر. السلام عليكم. أستاذ زكريا تفضل. شكرا جزيلا للأستاذ محمد زكريا الرباني من دولة النيجر، نيابة عن الوفود الأجنبية من الدول الشقيقة التي شاركت معنا في هذا الملتقى. يقول العارف بالله تعالى سيدي أحمد بن الحرمة الشريف اليحيوي رحمة الله تعالى عليه، وهو أحد أكبر شعراء بلاد الواسطة، يقول: صلوا على النبي محمد. يا سامعين هذا القول، بو فاطمة الطاهر لمجد شفيعنا نهار الهول، بو فاطمة الطاهر لمجد اللي الناس به تشهد، اللي عشق مديح ويسعد يمساب نذنب مغسول. أكتفي بهذا القدر متابعينا الكرام، إلى فاصل إشهاري ولنعوده.